مرحبا من جديد. استكمالا للستبس اللي جهزناها سابقا، بعد ما احنا جهزنا الداتا سيت وعملنا لها ترانزاكشن، هلا وجهزنا الرولز، هلا القيم اللي حطيناها للكونفيدنس مو نهائيه، ممكن تتغير، وهذا الشيء ممكن نتيجه ال اوكي. مثلا خلينا نقول لو غيرناها من 4/10، خلينا 2/10، شو ممكن نحصل على كم رولز مثلا؟ طلع معانا 1348 رولز. ولكن نرجع شوي نرجع شوي على 4/10، تمام، ونبلش نشوف هاي الرولز ضمن السورتينج. مش احنا اخذنا في الستبس انه نبلش بعد ما جهزنا، اخذنا المينيمم سبورت ومينيمم كونفيدنس، نحاول نجهز السورت خاص بالليفت. فهذا الشيء بدنا نعمل له كمان فيجواليزيشن للريزلت من خلال بلوت. فانا هقول له بدك تعمل لي انسبكت، تمام. الانسبكت هاي بدك تعمل تجيب لي الرولز اللي انت جهزتهم، تمام، و ترتب لي اياهم سورت. طبعا ما نسينا نعمل سورت هون، فبدي اقول له سورت لالهم لمين، للرولز، بناء او باي مين، باي ليفت مثل ما اتفقنا، اللي هو تقسيمة ال support على confidence، تمام. والليفت هاي بدها الليفت هاي بدها من 1/10، نقول 1 لغاية 10، تمام. ونشوف يعني بس تجيب بس رتب ليهم لغاية 10، خليني أشوف أول 10 مشان نقدر نميزهم ونشوف. inspect تمام. هلا هون عرض لي، خلينا شوي نرفعها مشان نميز. جاب لي من غاية الرولز اللي طلعت معه من غاية 1 لغاية 10، فهو بقول الرولز الأولى طلعت فيها mineral water وهو الويت باستا، تمام. طلع بيقول انه الاوليف اويل ممكن ينطلب معها بنسبة سبورت 3/1000. اذا بنلاحظ انه هو في السبورت ما نزل عن 3/1000، اخذ 3/1000 واعلى، تمام. بنلاحظ مثلا اخذ مثلا الفروزن مع الفيجيتابلز مع السوب، ولاحظ انه بيطلب فيها ميلك، يعني بقدر اقترح له مين، بقدر اقترح له الميلك اللي هو الحليب. كتير كتير يعني بعتبروه اشي صحي الفرنسيين مثلا، انه ياخدوا الشوربة مع الحليب بعتبروه اشي صحي. فهاي واحدة من الشغلات اللي قدر يتوقعها او قدر يبنيها. خلينا نقول مثلا نقول لو بدي انا ابني هذا الكلام على 2/10، تمام، واشوف كيف الرولز بده يطلع عددها 1400. نشوف كيف الانسبكت اللي بده تطلع، بنلاحظ مع الكونفيدنس بنشوف كيف اخذ كونفيدنس كل اللي اعلى من 2/10، تمام. فبيقول مثلا أخذت 5 من هذه الباستا مع الإسكلوبا، مع الإسكلوب الباستا بتنطلب مع الإسكلوبا بنسبة 5/1000، يعني الكونفيدنس تبعها 37. أعلى واحدة كانت 60 اللي هي مين، الملك مع السوب، تمام. ثم قلت لكم يعني الملك كتير دائما مطلوبة، دائما حد ما يشوف فيه السوب على طول بقترح له مين، الملك. هذا نوع من انواع الكونفيدنس. طب هلا خلونا لو مثلا خلينا السبورت 4 مو 3، يعني مثلا خليناها عليناها شوي، كتبنا له 4 ونبلش نطبق في الكونفيدنس.
طلع 811 رولز. نشوف الانسبكت نستعرضها. بنلاحظ انه مثلا ناخد الباستا اللايت كريم مع التشيكن نسبة 29 كونفيدنس، بدعمها بكونفيدنس 29. أعلى كونفيدنس كان 37.3، كان بيدعم الجراوند بيف مع السباجيتي والبيبر، تيرب أند بيبر سباجيتي جروب بيف. يعني اللي بيشتريوا هدول الثلاثة سوا تمام ممكن يشتري الجراوند بيف، اللي بيشتري هول ويت باستا ممكن يشتري الأوليف أويل. تمام، هاي الطريقة اللي ممكن من خلالها احنا نبني فيها الابريوري الالجوريثمز في بايثون. تخدمني هاي النقطة كتير كتير في الـ recommendation system. خليني مرة تانية على السريع اشرح لكم شو اللي عملناه بالضبط. اول شيء استدعت الداتا سيت واستخدمت الارولز لايبراري لحتى احول الداتا سيت ل سبيرس ماتريكس. سبيرس ماتريكس عشان اقدر اوصل على قيم صفر تمام للموجودين حتى يقدر يميز. فاستخدمت الترانز اكشن ميثود الموجودة في الار رولز، وقلت له انه انت اي دوبليكيتس تخلى عنهم او ما بدي اياهم تمام. شفنا من السمري داتا سيت ومن خلال البلوت الفريكوانسي شفنا قديش كيف تكرار او اكتر داتا سيت تتكرر عندي او اكتر برودكتس مطلوب عندي. بعد كده جهزت الرولز من خلال الابريوري فانكشن، اديته داتا سيت والباراميترز كان سبورت وكونفيدنس. شفنا مع بعض كيف حسبنا السبورت وكيف حسبنا الكونفيدنس، واتفقنا انه ما في قيم ثابتة لهذا الموضوع. هذا الشيء بيعتمد على داتا سيت، على البزنس جولز، على خبرتي، على الداتا سيت نفسها. بعد كده عملت له سورتينج على عن طريق الليفت من 1 لـ10، وشفت كيف كل منتجات كيف ممكن انا يكون في منتج معين مدعوم من خلالها. وزي ما قلنا تماما هذا الشيء معتمد فعليا بالريكومنديشن سيستم، فهو حيكون ستيب منيح لكم. رح نستكمل مع الالكا ميثود عن طريق ار في الفيديوز الجايين.